تنسيقية وطني حقي يوم السبت 10/10/2020 الساعة 12 ظهرا ساحة التحرير. يوم الحركة داخل الساحة تشجع شوية بعد عودة الشباب من زيارة 40 في كربلاء المقدسة. شهدائنا اللي سقطوا في هاي الساحة المباركة تغمدهم الله بواسع رحمته. إنهم نقاط مضيعة في درب النضال في درب الثورة المباركة، ونحن مقبلون على يوم 25/10. فهنيئا لهم الشهادة، ونحن على دربهم سائرون. هنا المطعم التركي، الشهيد عمر سعدون. الذي أرعبهم حتى في مماته. بالنجف. بالنجف. هذا اللي مشوه قبره البارحة. البارحة مو أول البارحة. الله يرحمه. تنسيقية وطني حقي السبت 10/10/2020 الساعة 12:15 ظهرا. هذا هو الشهيد عمر سعدون. حيث قام الذيول بلمس قبره قبل يومين أو ثلاثة أيام في النجف الأشرف. أرعبهم حتى وهو في قبره. فهنيئا لك الشهادة.